السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمينة بن علي. اليوم باش تشوفوا معايا كيفية تحضير نوع من أنواع الملاوي التونسية بطريقة سهلة ومبسطة وإن شاء الله تعجبكم. نشوفوا مع بعض مقادير الملاوي التونسية. الملاوي نتاع اليوم باش نعملها بالخميرة. عندي قيمة زوز كيلو سميد رطب، يلزم يكون مغربل. عندي ملعقة أكل خميرة خبز فورية، ملعقة أكل ملح، ملعقة أكل سكر، وثلاث ملاعق أكل زيت زيتون. عندي ماء دافي حسب العجن. تو باش نبدو مرحلة العجن، نحطو الخميرة، بسم الله الرحمن الرحيم، شوية السكر، شوية الملح، وشوية الزيت، كل شيء مع بعض، نحركو مليح. اليوم عملتلكم قيمة كبيرة على خاطرنا حاجتي بها القيمة هذه، وانتم كي تحبوا تعملوا قيمة أقل تنجموا تقسموا المكونات. خلطت المكونات مليح، توا نبدا نزيد الماء بشوي بشوي، بسم الله الرحمن الرحيم.
كملت عجنتها مليح. نقسم العجينة على اثنين كيف هكا. قصيت مخبزات صغار كيف هكا. توا نعاود نخدمهم هكا بدايه. نلقاها كبيره شويه ننقص منها. ونحطها في الطبق بحذاء. نكملهم الكل بنفس الطريقة ونرجع لكم إن شاء الله. كملت كعبات الملاوي كما تشوفوا ودهنت وجههم بشوية زيت مش القشرة الفوقانية ما تيبسش. تو باش نغطي البلاطو كامل بالبلاستيك بحذايا ونبدأ نطلع بالكعاب. تو نجيب قطعة من الملاوي ونحطها فوق طاولة العمل. قبل ما نحطها يلزم ديما ندهن البلاصة بالزيت. عندي زيت زيتونة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدو تو نحلو فيها ونرهفوها مليح. زيت وندهن وجهها بشوية زيت ونبدو تو نبرمو فيه. ما نخلوش الهواء في وسطها قد ما نجم. نبدو نبرمو ويدينا مكبوس. نشد توا كعبة الملاوي كيف هكا العجينة وندورها كيف هكا. وديما الاخرانية هي اللي تطلع. هي اللي نطلعوها كيف هك. نرصوا عليها بيدينا الزوز كيف هك. كيما تشوف. ونرجعوها في الطبق. ديما تبدا مغطي. نزيدوا شوية الزيت. ونجيبوا نحلوا اخرى.
كملت كعبات الملاوي تو باش نبدا نطيب. عملت مقلة تسخن يكون لها 5 دقائق تو راهي سخنت باش نطلع معاكم الكعبة الاولى وتشوفوني كيفاش نطلعها وبعد نحطها في المقلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلعوها كيف هكا. اللي يحب يعملها خشينة يخليها خشينة، واللي يحبها كيما ولادي نار هايفة ما يحبوش وسطها خشين، يحبوها رهايف. نتو نعمل معاكم شوية رهايفين وشوية خشين. كملت طلعتها تو نهز نحطها في المقلة. تو مقلة التيفال سخنت. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطو كعبة الملاوي كيف هكا ونخفوا القلبان متاعها، ما نخلوهاش وقت كبير، في ساعة نقلبوها. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف هكا حتى تبدا مازالت ما حمرتش. الملاوي متاعنا حضرت، هذايا الوجه النهائي متاعها. عملت فيها شوي نعناع من الوسط غير باش كي تجي فوق الطاولة تحل الشاهي. ان شاء الله تعجبكم الملاوي متاع طاطاكم يمينة وتنال رضاكم. الى اللقاء في وصفة قادمة عن قريب. دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.